حلوة قوي. انت الرابع على مستوى العالم، احكي لي بقى عن ده، ازاي وصلت ان انت تبقى الرابع على مستوى العالم؟ ده خد منك قد ايه؟ اخد كتير طبعا. يمكن ابتديت العب بروفيشنال اللي هو بيبقى ليا رانكينج، ابتديت في 2008، ابتديت من رقم 550 على العالم، قدرت ان انا اوصل رقم واحدة على العالم في 2017، رجعت شوية في الرانكينج ودلوقتي رجعت تاني رقم 4، بحاول ان انا اقدر على قد ما اقدر ان انا اوصل تاني رقم 1. محتاجة طبعا شغل ومجهود كتير جدا، ومحتاجة برضو استمرارية، يعني لما نلعب 13 بطولة في السنة عشان نفضل في اماكن متقدمه لازم ان احنا نوصل على الاقل سيمي فاينل في البطولات كلها. بتبقى صعبه لان بيبقى عندنا بطولتين في الشهر ساعات، فبتبقى في ضغط على الجسم، مجهود عالي وسفر كتير، فبيبقى الاستمراريه اهم حاجه. رياضات الاسكواش بشكل عام او رياضه الاسكواش بشكل عام مصر سابقه فيها قوي على مستوى العالم، شايف اللي جاي شكله عامل ازاي في رياضه الاسكواش بشكل عام؟ لا يعني انا شايف طبعا الاسكواش في مصر طبعا زي ما حضرتك بتقولي ان هو واخد يعني اللعيبه الحمد لله عندنا من واحنا ناشئين، عندنا مدربين كويسين جدا، عندنا ناس كتيره جدا، ابطال العالم كتير جدا، فكل ده بيوصل الناشئين ان هم او بنعرف بيوصلوا لنا ازاي ان احنا نبقى ناخد الطريق بتاعهم وان احنا نبقى ابطال عالم برضو. ويعني زي ما بنقول جيل بيسلم جيل، يعني في الاسكواش بالذات احنا يمكن دلوقتي عندنا 7 من اول 10 مصريين، دي عمرها ما حصلت في تاريخ الاسكواش ان يبقى 7 من بلد واحده. ف يعني الناشئين دلوقتي عندنا بطل عالم في الناشئين مرتين مصطفى عسل، عندنا في البنات برضو هانيا الحمامي اللي هي دلوقتي بتلعب سيمي فاينل بطولة عالم سيدات، فكل ده طبعا يعني انجازات في مصر يعني في لعبة السكواش. حلو قوي. بطولة الاهرامات او بطولة الرجال البلاتينية انت حضرت لها ازاي ومن امتى بتحضر لها؟ يمكن يعني احنا لسه دي تاني بطولة في السنة، لسه مخلصين الاوف سيزون والبري سيزون بتاعنا من اخر بطوله في شهر 6، بعد كده ابتدينا تاني في شهر اواخر 9، فبنريح وبعد كده بنستعد لان احنا بيبقى عندنا زي ما انا قلت 13 بطوله في السنه في خلال 9 شهور، فبيبقى بطولات كتيره جدا، فلازم بفضل الاعداد دي بنجهز البطولات بنجهز البطولات كلها، مش بس بطوله الاهرام، لان احنا بعديها باربع ايام عندنا بطوله عالم زي بطوله عالم سيدات، بس عندنا بطوله عالم للرجال بعد البطوله دي باربع ايام، ف طبعا حمل تقيل جدا على الجسم، بس على قد ما نقدر ان احنا بنحاول ان احنا نجهز البطوله بطوله، بنفكر في بطوله بطوله، طبعا بطولات كتيره لفتره كبيره، بس الواحد بيفكر في كل بطوله لوحدها يعني.